عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظلي لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. تعالي تعالي اروحي اروحي، كاين الشطره هذه بغات تقول لنا حاجه. اسمك بنتي؟ ريحان. ريحان شحال في عمرك؟ 5 سنين. ما شكيتش 5 5. يحبوا في هذا اللاج هذا كاع يبغوا يكبروا بالخف، بعد غير يكبروا شويه يبغوا يصغروا. ها شحال في عمرك؟ 5 سنين. 5. ومن بعد كي يكون في عمرك 25 يقول لك شحال تبي 18 هكا؟ قولي. هيا ديري بيزو عمو يزيد. بيزو بيزو عمو يزيد. سلمي عمو يزيد. هيا بنتي يلا. شاطرة شاطرة الله يبارك. الله دراري كاع هكا في عمره 3 سنين تقول له شحال؟ يقول لك 6 7. يبغوا يكبروا. معليش. البراءة البراءة. أحبائي. كاين أغنية جميلة تاع القطة تلهو تلعب تعرفوها؟ أي صفحة قطتي صفحة؟ ثلاثة وعشرون. يلا اللي عنده الكتاب كامل صفحة 23 قطتي قطتي. يلا تلهو تلعب تغفو تتعب، ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب، ما أبهاها قطتي. وجدت جحرا قطتي، صادت فأرا قطتي، ما أسرعها قطتي، ما أبهاها قطتي. وجدت جحرا قطتي، صادت فأرا قطتي، ما أسرعها قطتي، ما أبهاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب، ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب، ما أبهاها قطتي. ورأت خيطا قطتي، راحت تلعب قطتي، نسيت فأرا قطتي، ما أحلاها قطتي. ورأت خيطا قطتي، راحت تلعب قطتي، نسيت فأرا قطتي، ما أحلاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب، ما أحلاها قطتي. مياو.
هرب الفأر قطتي دخل الجحر قطتي فبكت ندمت قطتي ما أحلاها قطتي هرب الفأر قطتي دخل الجحر قطتي فبكت ندمت قطتي ما أحلاها قطتي تلهو تلعب تغفو تتعب ما أحلاها قطتي تركض تلعب تجري تتعب ما أبهاها قطتي برافو 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 أحبائي. الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان مهم جدا يا أخي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. شكرا شكرا شكرا. برافو برافو أحبائي. بالعلم ترقى الأمم، العلم ثم العلم. أحبائي، وش هي الحاجة الإنسان بالمرات الإنسان ما يكونش عنده باش يتصدق، ما عندوش باش يتصدق،
واش يدير؟ قولي لي بنتي. شوف الشاطرة هذه واش تقولنا؟ واسمك بنتي؟ رميساء. رميساء، شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك. الإنسان كي ما يكونش عنده باش يتصدق واش يدير؟ ابتسامة. الابتسامة يا أحبائي مهمة جدا جدا جدا. عمو يزيد في أغنية الخير، لأني مسلم أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. واش يقول عمو يزيد؟ إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة، أما السائل فلا تنهر، وأما اليتيم فلا تقهر. صدق الله العظيم. من أي سورة؟ من أي سورة هذه الآية؟ شكون اللي قلنا؟ ورا صديقي، روح نشوفوا منا شوية. روح منا، روح منا. واسمك بنتي؟ رزان. رزان، شحال في عمرك رزان؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك. من أي سورة هذه الآية؟ الضحى. سورة الضحى، برافو. تعالي 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 رزان، تعالي تعالي بنتي. شكون اللي يقدر يقول لي رقم الآية؟ رقم الآية قولي لي بنتي شحال؟ 14. لا 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 لا، تعالي بنتي أروحي قدامي. واش عرفت؟ 39. لا لا شحال؟ 16. لا لا 17. لا لا 8. لا لا 10. لا لا 9. برافو، الآية 9. أما السائل فلا تنهر. يا أحبائي، بالمرات الإنسان يكون حب، يحب يدير الخير وما عندوش، ما لازمش تنهر الإنسان، فقط ابتسامة تكفي. بالمرات المساعدة مش شرط أنها تكون مادية ومالية، المساعدة ممكن أنها تكون معنوية. أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي رامي راعي هذا البرنامج يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي، ديروا لها مكان تقعد معنا، ديروا لها مكان. إذن صفحة 10. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا أحبائي تغنوا معايا هذه الأغنية، لأني مسلم قلبي حنين. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس.
لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو 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 أحبائي. فعل الخير فعل الخير مهم جدا. إلا ما عندكش باش تتصدق على الأقل اصرف على الناس الأذى، اصرف على الناس الأذى. ما تقدرش تدير الخير ما ديرش الشر يا أخي أحبائي. فعل الخير مهم جدا 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 في المجتمع. كاين أغنية دارها عمو يزيد يغني على الجار، على بالكم الجار يا أحبائي، الجار الجار قبل الدار. الجار هو الإنسان اللي تلاقاه كل يوم، والإنسان اللي ولاده يلعبوا مع أولادك. الجار لا لا الجار ما كانش في هذا الكتاب، الجار ما كانش في هذا الكتاب. أغنية الجار هي في الألبوم اللي قبل هذا، معلش. نقول فيها: جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الأنظار. الجار يتسأل على جاره من بعد عن بلورة ومريض. حنا بكري كنا كنجوم المدرسة ما نصيبوش الوالد ولا الوالدة في البيت، نروحوا عند الجيران. إذن أحبائي، جاري يا جاري مختار الجار أغنية تتغنى بالجار وتتغنى بحسن الجوار. على بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم كاين حكاية تقول لك بلي كان جاره يحط له الشوك، يحط له القمامة عند البيت وكامل، ولكن عمره ما أذاه. ونهار اللي ما صابش الشوك راح سقس عليه قالوا له مريض، راح يطلع عليه. يا أحبائي، حسن الجوار، حسن المعاملة، حسن الخلق، هذا هو الدين تاعنا. الدين تاعنا مبني على حسن الخلق، حسن الجوار، حسن المعاملة. يا أخي الجار، يلا معي. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الأنظار حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. Thank you.
ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري المختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا 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 أحبائي، شكرا. حسن الجوار، حسن الجوار مهم جدا 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 أحبائي. الاحترام مهم جدا في المجتمع. إذا تغنوا معايا كامل، يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يلا معايا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا 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 أحبائي، شكرا. الحقنا درك وصلنا للحظة اللي عمو يزيد ما يبغيهاش قاع، لحظة الوداع. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء. أي صفحة؟ 34.
روحوا لصفحة 34. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم أحببناكم، سنعود في موعد جديد مع برافو. إذن لا تحزنوا حن الوداع، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد اللي جاي المدينة تاعنا برج أمير خان. أشكر عمو يزيد مع رحينا لبرج أمير خالد مع أطفال، المهم فرحهم. أشكر عمو يزيد الذي قام بهذا الحفل وفرح كل صغير وكبير، نطلب من أن يعيد هذا الحفل مرة أخرى. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل اللي داره لنا في برج الأمير خالد. نشكر عمو يزيد على العمل اللي قام به وجا فرحنا كامل وأعطى للأطفال الهدايا، ونشكره على كل مجهود عمله معانا. الله يعطي عمو يزيد الصحة، عبدو جيبوه نكاش خاطرة. نشكر عمو يزيد على هذه الحصة اللي دارها لنا هنايا، جالينا حتى البيبانا، نشكره بزاف ونوجه له تحية خاصة ليه وصحيته. أولا السلام عليكم، نشكر عمو يزيد على الحصة هذه الترفيهية، يعني اسمنا على المسمى عمو يزيد، وان شاء الله نتمنى له ان شاء الله المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد اللي جه حتى عندنا. نشكر عمو يزيد اللي جا لنا في بلديه برج الامير خالد، وان شاء الله يعاود يولي لنا. نشكر عمو يزيد اللي جا لنا البلديه برج الامير خالد، ان شاء الله يعاود